الملعب الى ضربة ركنية زملكاوية. ده احمد رشدي المساعد الثاني كابتن محمد الحنفي، والضربة ركنية للزمالك، زيزو عالية، جول جول جول. تعود الثنائية الزملكاوية مرة اخرى، زيزو يصنع، زيزو يرفع، وحسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد يسجل من جديد هدف قاتل في الدقيقة 88. حسام عبد المجيد يرتقي فوق الكل ويستعيد ذاكرة التسجيل وذاكرة الأهداف من الركنيات. زيزو يصنع هدفه أو الصناعة والأسيست رقم 11 لزيزو هذا الموسم، بينما حسام عبد المجيد بيسجل هدفه الثالث هذا الموسم في توقيت قاتل. ثنائية زملكاوية ياما وكتير حلت مشاكل وحلت أزمات وخرجت للزمالك بالثلاث نقط من ماتشات معقدة وصعبة، وبالفعل في هذه المباراة الصعبة والمعقدة حسام عبد المجيد يحل اللغة. يعاقب عماد النحاس ويعاقب طلائع الجيش على طمعه في الثلاث نقط ويسجل هدف ممكن يحرمه من حتى النقطة اللي كانت معاه. انطلاقة من مصطفى شلبي من الجهة اليسرى، عدى مصطفى مشي لكن معاه زولة كالعادة من بداية المباراة. عرضية يا ولد، الله، إبراهيم، إبراهيم انضاي السنغالي يسجل هدف غالي ويحسم الأمور تماما للبيت الأبيض الزملكاوي. 2-0 عن طريق إبراهيم انضاي، المرة دي الصناعة من مصطفى شلبي والتسجيل للسنغالي. صام الزمالك طويلا، طوال 88 دقيقة، 88 دقيقة، وتذكر وافتكر الزمالك مرمى وشباك طلائع الجيش في آخر دقيقتين من المباراة وفي الوقت بدل الضايع. في 4 دقائق حسم الزمالك الأمور في الدقيقة 88 والدقيقة 92، لكن إيه المهارة والرشاقة والليونة دي إبراهيمة، ولعبة عظيمة بالفعل من السنغال. شوف الفرحة، شوف الاحتفال.